مشاهدينا ما زالت تغطيتنا مستمرة على شاشة القناة الأولى حول الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ووردت لنا هذه الأنباء من قطاع غزة التي تؤكد على القصف العنيف لأنحاء القطاع وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت. وفي بيان للهلال الأحمر الفلسطيني تم تأكيد انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة الطواقم العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل. كما أكد الهلال الأحمر في بيانه على الشعور بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمه في تقديم الخدمات الإسعافية، لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى. كما أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن القلق على سلامة طواقمه العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها ما وصفه بجرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام حول اجتياح البري لقوات الاحتلال على غزة. أستاذ أشرف، بعد التحية، رأينا منذ قليل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول وقد أعلن في بيانه أن قوات الاحتلال ستوسع من عملياتها البرية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، كيف ترى هذا التصريح؟ يعني أعتقد أن هذا التصريح يتلائم مع التمهيد الذي حدث له. إسرائيل قصفت آخر خط متبقي للاتصالات والإنترنت مع غزة. نعم. عزلت غزة مع تعرضت غزة لقصف لم تشهده في تاريخها وبرا وبحرا، وبالتالي كان هذا دليل على بدء الهجوم البري، ولكن لا أحد يعرف مدى هذا الهجوم، هل سيشمل كل قطاع غزة من البحر والبر أم أنه سيكون فقط في مناطقه الشمال أو الشرق، وبالتالي هذا ما ننتظر أن نراه خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن أستاذ أشرف، رأينا السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في هذه العملية البرية أيضا، كيف ترى ذلك؟ أنا قلت أنها تقصف إسرائيل برا وبحرا. نعم. وهناك احتمال كبير أن مشاركة السفن الحربية الإسرائيلية الطرادات الموجودة على حدود غزة كان مقدمة أو ربما يكون مقدمة لمحاولة اجتياح من ناحية البحر أيضا. ويعني هناك أنباء كانت تدور في إسرائيل منذ أيام عن أنه أحد الأهداف الرئيسية للاجتياح البري سيكون الوصول إلى منطقة مستشفى الشفاء أو مجمع الشفاء الطبي، التي تؤكد إسرائيل دائما ومنذ سنوات أن أسفلها أنفاق ومخاب. وهذا السؤال تحديدا أستاذ أشرف، اليوم سمعنا بهذه الأنباء عن القوات الإسرائيلية أنها تقول أن قوات حماس تكمن تحت هذه المستشفى، هل برأيك هل هذا يدعو إلى ضرب هذه المستشفى من قبل قوات الاحتلال؟ يعني بالتأكيد المستشفيات تخضع للحماية الدولية، هذه المستشفى هي أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، بها ثلاث أقسام رئيسية هي الجراحة والباطنة والنساء والولادة، ومع ذلك هي تستقبل أكبر عدد من حالات يلجأ لحرمها ما يزيد عن 30 مواطن فلسطيني
نصب الوقاعة في قلب مدينة غزة وفي مناطق مكتظة ومناطق أيضا حيوية، وبالتالي فأي محاولة لاقتحام هذه المنطقة يعني ستسفر عن كارثة واستشهاد الكثيرين، وبالتالي يجب أن تكون هناك مناشدة سريعة من المجتمع الدولي الإسرائيلي لوقف أي محاولة لاجتياح هذا المكان الذي تكلفة باهظة. لن أقول باهظة على الجانب الإسرائيلي، أقول باهظة في جانب المدنيين الفلسطينيين الذين سيدفعون الثمن الأكبر. لكن أستاذ أشرف، رأينا في الأيام الماضية أن لم يكن هناك أي عائق بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ضرب المستشفيات الكبرى في قطاع غزة، ورأينا العديد من استشهادات كثيرة في جنود وصفوف أو المدنيين في قطاع غزة، فما الذي يعوقهم أن يضربوا هذه المستشفى أيضا؟ إسرائيل ادعت عند قصف مستشفى المعمداني أو المستشفى الأهلي العربي في غزة أنها ليست هي التي قصفته، وقالت انه صاروخ يعني من حماس من حركه الجهاد الاسلامي هو الذي اصابه، وهذه روايه يعني صادقت عليها الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه، ولكن كل المؤشرات كانت تشير الى انه يعني القصف جاء من اسرائيل، واعتقد انه الاسرائيليين لديهم استعداد لفعل اي شيء لانهم يريدون الانتقام لما حدث في 7 أكتوبر الحالي، ويريدون إرسال رسالة لجمهورهم أنهم يعني قد ردوا الصاع صاعينه، وأنهم قد وصلوا إلى القيادات الفلسطينية، لأنه يعني هم يروجون أن قيادة حماس وقيادة القسام موجودة يعني بشكل باحتمال كبير جدا موجودة أسفل هذا المستشفى، رغم أن الكهف يعلم أو بتصليحات من قادة حماس أن هناك ما يقرب من 500 شبكة أنفاق تصل إلى 500 كيلومتر تقطع غزة بالكامل. لماذا ستتركز كل القيادات في هذه البؤرة الموجودة في مكان مكتظ؟ بالتأكيد أستاذ أشرف، تحدثت أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الحركة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الآن، وهي الاجتياح البري، لكن نحن أمام حالة فج من ازدواجية المعايير لدى الغرب في هذه الحالة تحديدا. إلى أي مدى من الممكن أن تنعكس هذه الازدواجية في المعايير على حالة اللا إنسانية الموجودة الآن في قطاع غزة؟ يعني للأسف القوى الكبرى تؤيد إسرائيل، القوى الكبرى صدقت نوعية إسرائيل أن ما حدث في 7 أكتوبر لم يكن هجوما على يعني وحدات عسكرية للاحتلال، وإنما كان استهدافا للمدنيين وقتل واغتصاب، وعوضت إسرائيل لهذه الرواية وصدقتها الدول الأوروبية، حتى الرواية الخاصة بقصف مستشفى المعمداني صدقتها الدول الغربية، وبالتالي فكل شيء يمكن أن يكون الغرب مشارك فيه بشكل أو بآخر، ورأينا كيف أنه عندما كانت هناك محاولات لفرض وقف إطلاق النار أن الدول الغربية اندفعت للدفاع عن الموقف الإسرائيلي، وقالوا لابد من إدانة حماس أولا، ولابد من القول أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وبالتالي فللأسف الشديد المجتمع الدولي ما لم يكن هناك يعني موقف جاد منه، ما لم تكن هناك مواقف قوية من الإدارة الأمريكية بشكل خاص، سنشهد مجازر في قطاع غزة تفوق ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية. على ذكر الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، من المفارقة أن يتزامن مع عملية الاجتياح للاحتلال الإسرائيلي وجود جلسة للأمم المتحدة لبحث وقف إطلاق النار، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل تماما تحركات المؤسسات الدولية. صحيح، يعني نحن نعلم أن الأمم المتحدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن فقد فشلت في إدانة إسرائيل، وبالتالي فإسرائيل لا تعير اهتماما لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى وإن كان قد أصدر قرارا بوقف هذا العدوان فلم تكن لتحترمه، وإنما قررت أن تحدد هي ماذا ستفعل ومتى ستحدد ساعة الصفر لبدء هجومها، ويبدو أنه بدأ بالفعل.
لكن رأينا في الأيام السابقة دكتور أستاذ أشرف أن مجلس الأمن رفض مرتين فكرة وقف إطلاق النار على غزة، لماذا برأيك يقف مجلس الأمن مكتوف في الأيدي أمام هذه المجزرة وجرائم الحرب التي يقوم بها قوات الاحتلال في حق غزة ومواطنيها ومدنيها أيضا، ولا يقوم بدوره اللي هو استقرار الأمن والسلم الدوليين؟ يعني لو تذكرنا ما فعلته إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل روجت بفكرة أنه الهجوم استهدف حفلة مدنية، الهجوم استهدف مواطنين آمنين في بيوتهم، المهاجمون يعني قتلوا نساء وأطفال واغتصبوا فتيات وأخذوا معهم ما يزيد عن 30 طفل أسرى علاوة على عشرات من المسنين والنساء، وبالتالي فالغرب صدقهم، وكل محاولات يعني إصدار إدانة ضد إسرائيل فشلت بسبب تصديق الغرب للرواية الإسرائيلية. وللأسف الولايات المتحدة روضت لهذه الولاية لهذه الرواية، وقررت أيضا من ناحيتها أن تقيم تكتل دولي داعم لموقف إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل عندما رأينا مواقف الخماسي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وبيانها الخماسي، والجميع كان يدين فقط الفلسطينيين. لكن في هذه النقطة تحديدا أستاذ أشرف، هناك لدينا معضلة في الإعلام الغربي وهو التعتيم عما تقوم به القوات أو قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة. المشكلة مزدوجة في الإعلام العربي والإعلام الغربي. الإعلام العربي يحدث الداخل وليست لديه القدرة على وصول للغرب، والإعلام الغربي يتعاطف فقط مع إسرائيل ولا يصدق الرواية العربية، وللأسف الشديد ما زال ينظر إلى الإعلام العربي على أنه إعلام يعني منقاد وإعلام ليس حر وإعلام ليس مهني، وبالتالي لا يصدقون ما جاء من رواية من الجانب الفلسطيني والجانب العربي. وكما نعلم فإن الإسرائيليين واليهود بشكل عام سيطروا منذ سنوات طويلة على الإعلام الدولي، والكل يعلم من هم أباطرة الإعلام، ماكسويل ومردوخ وغيرهما على مدى السنوات. لكن مؤخرا ولأول مرة أستاذ أشرف بدأنا أن نرى أن الصورة الحقيقية لقوات الاحتلال بدأت أن تتفشى وتتكشف لكل المواطنين في الدول الغربية، وبدأوا أن يقوموا بمظاهرات منددة بما يقومون به في حق الأطفال والمدنيين في غزة. هل من الممكن أن هذه الصورة الحقيقية لدى المواطنين في الدول الغربية أن تكون أداة ضغط على الحكومات في الدول أو دول العالم أو دول الغرب حتى يغيرون من سياستهم تجاه هذه القضية؟ يعني دعيني أقول لك أنه في الإعلام الناس لا تصدق إلا الرواية، وإسرائيل بدأت بطرح رواياتها وصدقها معظم الغربيين. أما معظم من قام بالمظاهرات فهم أما العرب أو المسلمين، العرب والمسلمين واليسار في أوروبا، لكن المواطن الأوروبي المشغل بحياته الذي سمع فقط الرواية الإسرائيلية الأولى ثم انصرف لعمله، رسخ في ذهنه أن الإسرائيلي هو الذي يتعرض للعدوان، وبالتالي من خرج مظاهرات ضد الغرب لا أساسا ويعتبر جزء من الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيته، لكن الأغلبية تصدق الرواية الإسرائيلية لأنها الرواية التي جاءت له. أستاذ أشرف هل تسمعني؟ أستاذ أشرف؟ أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول، كنت معنا عبر الهاتف.